معايا عبر الهاتف الان واحد كنت لسه بكلمكم على مجلس الاداره، كله محترمين، ناس كلها محترمين، ناس كلها صوره رائعه، كل واحد بيشتغل، كل واحد مشرف جدا. الانجازات والبطولات والافراح اللي بيعملها الاهلي لجماهيره كل شويه جايه من منظومه سليمه، تبدا من الاداره تروح للجهاز الفني تروح للاعبين وتروح لجمهور الاهلي اللي هتكلم عنه كتير بعد شويه. معايا عبر الهاتف الان المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يا فندم مشرف ومنور والف مليون مبروك. حبيبي يا كريم، تحياتي ليك ولكل الساده المشاهدين، ويعني ميرسي على المقدمه الجميله دي، كعادتك دايما كده المهنيه العاليه يعني، ووحشنا كتير. وحشني جدا يا باشمهندس. اليوم النهارده حلو على بعضه، النتيجه حلوه، الانجاز حلو، الاداء حلو، الجمهور حلو، لعيبه حلوه، والمدرب رائع واداره ممتازه. شفت اليوم ازاي النهارده؟ الحمد لله الحمد لله. هو اليوم فعلا يعني زي ما انت قلت من شويه وانا بسمعك، اليوم يعني ترجمه لان انت الحمد لله يعني لما حصل لك خساره انت ما حصلش انهيار او حصل اسلام ليها، لا حصل تدارك اخطاء. حصل النادي الاهلي دايما الحمد لله ممكن في تعثر بسيط في الجبهه، لكن دايما بنعهد في النادي الاهلي انه بيقوم بسرعه وبيعوض بسرعه. وده اللي حصل من بعد مباراه السوبر الافريقي، كان في تركيز على جميع الاصعده من بدايه طبعا من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وهو بس ده في نفوس الجميع كمجلس اداره كجهاز فني كلاعبين، كله كان عنده حاله ثبات وثقه ان احنا هنعوض الحمد لله. وده يمكن ترجمه اليوم النهارده. حتى قبل كل ده طبعا الجمهور دايما بيعهد في النادي الاهلي ده، يعني على مر التاريخ دايما عندهم الثقه. النادي الاهلي كان يعني بيخسرش بطولتين ورا بعض او ما بيخسرش مباراتين مهمين ورا بعض، فالحمد لله ده كان برضه عند الجمهور. فده ترجم كله كريم النهارده، يعني تلاقي الحاله كلها جميله الحمد لله، يعني بدايه من دخول الجماهير وتيسير في دخول الجمهور والملعب مليان والجماهير بتشجع بحماس وبقوه وبشغف وتلف في نفوس اللاعبين الروح والحماس، وده اثر طبعا عليهم بالايجاب في المباراه. مرورا بقى بالمجلس الاداره بالجهاز الفني اللي بصراحه عمل يعني على اعلى مستوى الحقيقه في المباراه النهارده، وباللاعبين طبعا اللي طول عمرهم رجاله وكانوا على قد المسؤوليه ولعبوا الحمد لله بكل قوه وبكل اخلاص في الملعب. طيب انا عايز اسالك بقى السؤال، وانت عضو مجلس اداره النادي الاهلي وعارف ان انت برضو راجل مشجع اهلاوي قبل ما تبقى عضو مجلس اداره كمان، بس لما جمهور النادي الاهلي وتفوز بكل هذه البطولات الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، ويجي مثلا لما تخسر بطوله قدام نادي الزمالك تحس بزعله قوي وانتقاداته قوي، انت بقى كمسؤول بتتضايق بتقول مثلا ايه هو بعد كل اللي اتعمل ده الناس لسه زعلانه مني، ولا بتبقى متفهم فكره ان جمهور الاهلي متطلب طول الوقت؟ لا متفاهم، يعني متفاهم، لان انا في النهايه زي ما انت قلت يا كريم احنا جمهور قبل ما نكون مسؤولين، وقبل ما نخش مجلس اداره احنا بنبقى في الحاله دي برضه، ما بنرتضيش ابدا بالخساره وما بنحبش نخسر، وحتى مهما كسبنا جينا خسرنا في ماتش او في مباراه او في بطوله سواء مهمه كبيره مش مهمه بنبقى متضايقين. يعني خلي بالك النادي الاهلي كان فيه فترات بيكسب كل البطولات وممكن في النص يجي في لعبه من الالعاب الاخرى مثلا يحصل فيها خساره فالناس تتضايق برضه وتنتقد. هو النادي الاهلي طول عمره دي العقليه، الجمهور ما بيحبش يخسر على مستوى جميع الالعاب، كره قدم، يد، سله، طايره، جميع الالعاب جماعيه فرديه، دي عقليه الجمهور النادي الاهلي. فاحنا يعني متعودين عليها. يعني ممكن في اوقات بنبقى تحت ضغط فعلا كبير، ممكن في اوقات بنبقى متضايقين ان احنا عايزين نسعد الجمهور، مش عايزين يبقى في ناس متضايقه، يبقى في ضغوطات، بس احنا برضه مع مرور الوقت يمكن بقى لنا 7 سنين دلوقتي في مجلس اداره فمع كابتن محمود الخطيب، فطبعا يعني برضه اتعودنا بقى على الاجواء دي. يعني كنا يمكن في الاول الامور كانت اصعب، كنا مرينا بفترات اصعب في البدايه لينا. فبالنسبه لنا دلوقتي بيحصل خساره لماتش او لبطوله، لا بيبقى في حاله ثبات اكتر من الاول. مع الخبرات، مع المواقف اللي عديت بيها، مع التجارب، مع بعض الفترات اللي عدت عليك يعني كبوات خدت وقت اطول من كده شويه. فالحمد لله دايما بنستعيد قوانا وبنرجع. والتوفيق في الاول وفي الاخر كان يعني دايما بيبقى من عند ربنا الحمد لله، يعني للمجتهد، يعني احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وبنسعى وبناخد بالاسباب وربنا في النهايه بيوفق المجتهد الحمد لله. يعني النهارده وانت بتاخد بطوله بعنوان كاس الثلاث قارات وانت تبقى ملك نصف القاره تقريبا، ده بيمثل لك ايه؟ طبعا يعني هو مكانه استحقها النادي الاهلي الحقيقه، يعني بدون مجامله وبدون تحيز يعني للنادي الاهلي مكانه استحقها نادي يعني والاكثر تحقيقا للبطولات
في العالم، نادي ليه تاريخ كبير، نادي تاني نادي على مستوى العالم في البطولات القارية بعد ريال مدريد. فيعني دي مكانته الطبيعية يعني الحقيقة، بدون أي مجاملة يعني، الحمد لله، واترجمت على أرض الواقع. وإن شاء الله يعني إحنا مش برضو طموحنا مش بيقف يعني، بنأمل إن إحنا نعدي أكتر ونكسب أكتر ويكون لينا تطلعات أكبر كمان من كده إن شاء الله في المرحلة القادمة. متشوق زينا كلنا لمواجهة ريال مدريد إن شاء الله بإذن الله لما نعدي إن شاء الله، طبعا نعدي نصف النهائي الأول بس يعني. أتمنى المرة دي يعني، دايما أنا بقول إحنا بنيجي في يعني أنا شخصيا نفسي نتعدى حتة القبل النهائي دي يعني بصراحة يعني. أنا من زمان والجيل الذهبي الجميل في 2005 و2006 و2007 والجيل الحالي اللي أنا بعتبره جيل ذهبي برضو لأنه حقق يعني الحمد لله كل الانجازات وكل البطولات، فجيل محترم جدا، وعندهم بقى دلوقتي من الثقه ومن الثقه ان هم يلعبوا قدام كل يعني الفرق العالميه ويجاروها بدون خوف وبثقه. فنفسي يعني اللي هو النادي الاهلي ان شاء الله تعدى مرحله النصف النهائي دي ونبقى واصلين للنهائي، لان احنا كنا قريبين قوي ان احنا نعديها كذا مره يا كريم، ويمكن ما كانش التوفيق حالفنا قوي يعني، يمكن في مناسبتين كانوا قريبين قوي مننا بس يعني ما كانش في نصيب. اتمنى يا رب المره دي يكون في نصيب ليها يا رب ان شاء الله. المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، ومره اخرى الف مليون مبروك.